الكره المصريه بتهتم بالملاعب كمان بشكل الملعب بالفاسيلتيز الموجوده في الملاعب. بالظبط. اعتقد ده شيء مهم جدا يبقى في متابعه دوريه للملاعب، عايزين نشوف ملاعب على اعلى مستوى زي ما شفناها في كاس الامم الافريقيه الاخيره. نتمنى ان الموضوع ده يكون مستمر على مدار بطوله الدوري والبطولات اللي جايه، شيء مهم جدا. نتمنى استمراريته يعني، ونشوف اللجنه دي هل هتقدر تقوم بدورها الفتره اللي جايه ومراجعه الملاعب قبل انطلاق بطوله الدوري، طبعا ده شيء مهم. طب عايز اروح لسوبر كوره، بتقول ان خماسيه اتحاد الكوره تتفاوض مع عدد من الشركات لتنظيم الدوري، مع القرار ده شايف ان ده الانسب بدل ما نجيب مثلا حد زي الحاج عامر حسين اللي عمل مجهود كبير السنه اللي فاتت، الاستاذ مازن مرزوق من ضمن المرشحين، هل الانسب اللي يدير المسابقه او لجنه المسابقات بالتحديد تكون من خارج مصر من خلال شركه تنظم المسابقه؟ يمكن هو زي ما حضرتك قلت الحاج عامر حسين عمل مجهودات كبيره السنه اللي فاتت لجنه المسابقات، الموضوع مش سهل زي ما الناس طبعاً متخيله، موضوع صعب جدا. يمكن للاسف ان هي تكون مش لازم تكون شركه اجنبيه، بيكون حد يعني من خارج منظومه الاتحاد، يمكن في لغط كبير الفترة الأخيرة وبعض الضغوط برضو الجماهيرية بتحكمها بعد الألوان على شخصيات معينة. يكون الأفضل الفترة الجاية تكون لجنة محايدة لإدارة المسابقات، واهم حاجه مش وجود اللجنه، لا المهم ان البطوله تنتظم، يبقى ليها موعد للبدايه وللنهايه وجدولها معروف، في تاجيلات كتير في ظروف طارئه يعني. بالظبط، وده الاهم، يكون فعلا موعد انطلاق الدوري معروف، موعد الختام، موعد المباريات التوقفات فيه عشان بطولات افريقيا او عشان المنتخب، اهم حاجه انتظام المسابقه هو ده الاهم، وان الانديه ما تطالبش بشكل كبير بتاجيل بعض المباريات، لان برضو تاجيل المباريات هو اللي بيخل بانتظام المسابقه. اعتقد ان الفتره اللي جايه هتشهد انتظام لبطوله الدوري، يعني نتمنى ان ده يتحقق. شايف ان ده ممكن يتحقق رغم احتماليه تاجيل مباراه الاهلي والزمالك في السوبر بسبب المشاركات الافريقيه للفرقتين، واحتماليه كمان والاخبار اللي طلعت قالت ان ممكن الدوري يتاجل شويه عشان نشوف موضوع الفار وكلام من ده. اكيد، وبرده في كلام يتاجل لسه مباراه الكاس، نهائي الكاس ممكن كمان يتاجل كمان؟ يعني كل ده هيفضل لحد امتى كده؟ احنا نتمنى بقى ان للاسف كمان ما فيش لسه اداره لجنه المسابقات، احنا نصبر على الاداره الجديده، سواء نشوف لو شركه اجنبيه او حد هيدير اللجنه، لازم من اول يوم يضع تصوراته ويحط جدوله بشكل معروف ومعلن. ونتمنى ان الانديه كلها ما تحضرتش على شكل المسابقه على الجدول يعني، وده الاهم ان البطوله تبقى منتظمه. نتمنى. طيب الوطن سبورت بتتكلم على ان الكابتن سمير محمود عثمان رفض منصب النائب مع الكابتن جمال غندور في لجنه الحكام، هل فعلا تم وضع هذا الاختيار امامه قبل اعلان القرار؟ يمكن الكلام ده ما اعلنش بشكل رسمي، بس يعني عن طريق مصادرنا وشغلنا حسينا انه فعلا تعرض، يعني هو قال تعرض عليه هذا المنصب، ولكن هو شايف ان هو كان راجل كان جاي يدير اللجنه، كان رئيس اللجنه، فصعب ان هو يقبل بمنصب الرجل الثاني في اللجنه، يمكن دي رؤيته الشخصيه تحتمل الصواب وتحتمل الخطا، ولكن في النهايه دي رؤيته الشخصيه. بالفعل تم عرض عليه الموضوع وهو فعلا. طيب شايف ان الرفض ده منطقي من كابتن سمير محمود عثمان صح؟ طبيعي. هو شايف طبعا هو اتعرض عليه انه يمسك اللجنه في وقت حرج وهو وافق. طب ايه الاسباب اللي ادت لعدم اكمال كابتن سمير محمود عثمان مهمته؟ يعني هو ما لحقش بقى له 10 ايام تقريبا يعني. بالظبط، يمكن هي دي توصل عنها يعني، هي دي توصل عنها اللجنه اللي بتدير الاتحاد، ولكن ممكن تكون هناك بعض الضغوط من الانديه، تم تعيينه من قبل قبل وجود اللجنه دي. اللجنه جايه عايزه تعمل تجيب شخصيات جديده تماما تدير المنظومه، ممكن دي تكون هي الاسباب، ولكن ما اعتقدش كابتن سمير على المستوى الشخصي في اي حاجه او اي طبعا شيء يعني. طبعا يعني ما لحقش الراجل في الحقيقه. بالظبط، هو ما لحقش. طيب النهارده زي ما حضراتكم عارفين في قرعه دوري ابطال اوروبا، وكمان في الاعلان عن جوائز السنه اللي فاتت من دوري ابطال اوروبا، وكمان جائزه افضل لاعب في اوروبا اللي بتنحصر ما بين الثلاثي كريستيانو رونالدو وميسي كالعاده، وطبعا فان دايك نجم ليفربول. دي القرعه مش باينه قدامي قوي على الشاشه في الحقيقه. المجموعه الاولى مين؟ باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، وجالاتا سراي، مجموعه متوازنه شويه. المجموعه الثانيه بايرن ميونخ، توتنهام، اولمبياكوس، و كيرفانا السربي. المجموعه الثالثه مين؟ مانشستر سيتي موجود، وشاختار دونيتسك، ودينامو زغرب من كرواتيا، واتلانتا الايطالي. المجموعه الرابعه كل من يوفنتوس، اتلتيكو مدريد، بايرن ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو. المجموعه الخامسه فيها ليفربول، وده بيهمنا، نابولي،
سالزبورغ وجينك البلجيكي، المجموعة السادسة مجموعة نارية الواضح في الحقيقة، برشلونة دورتموند انتر ميلان وسلافيا براغا. المجموعة السابعة زينت بنفيكا ليون وأيضا لايبزيك. تمام، المجموعة الأخيرة تشيلسي أياكس فالنسيا وليل الفرنسي. دي المجاميع أو دي القرعة اللي اتعملت خلاص منذ لحظات انتهت بشكل رسمي وأصفرت عن هذه المجاميع. 8 مجاميع بتضم عدد من الأندية المميزة طبعا في أوروبا، دوري أبطال أوروبا دايما من أقوى البطولات في العالم. رأيك أو تعليقك على هذه القرعة وأقوى مجموعة، أعتقد أقوى مجموعة اللي فيها برشلونة ودورتموند وإنتر ميلان يعني. أكيد يمكن طبعا هي البطولة الأهم على مستوى الأندية في العالم، كل العالم بينتظر القرعة النهاردة. كانت قرعة لحد ما زي ما قلنا متوازنة في بعض المجموعات، يمكن هي مجموعة برشلونة يمكن هي الأصعب صعبة شوية. يعني فيها فرق كبيرة، ليفربول مع نابولي يمكن مع نابولي أو سالزبورغ أبرز وجينك. اعتقد مجموعه ليفربول في المتناول. بالنسبه ليفربول يعني هو ونابولي اكيد هم المرشحين الابرز تاني موسم على التوالي ليفربول ونابولي اوف مجموعه واحده، مثلا فيك كمان باريس سان جيرمان كمان كانت مجموعه صعبه جدا. طيب يعني هنشوف كمان لسه الجوائز هيتم الاعلان عنها، رغم ان تم الاعلان عن بعض الجوائز الخاصه بافضل مهاجم ليونيل ميسي، افضل مدافع فان دايك، افضل لاعب وسط، افضل لاعب وسط ديونج لاعب اياكس، وافضل حارس اليسون حارس ليفربول. طبعا ديونج في برشلونه وانتقل من اياكس يعني، لكن فعلا عمل موسم رائع السنه اللي فاتت في الحقيقه يعني. فهنشوف بقى مين افضل لاعب ما بين ميسي ورونالدو وفان دايك، افضل لاعب في اوروبا اعتقد فان دايك اقرب. اكيد اقرب يعني، مستوى كان رائع الموسم اللي فات، حقق دوري الابطال مع ليفربول وده اللي خلاه متواجد ضمن الثلاثه الابرز للترشح، اعتقد هو الاقرب منهم من اللاعبين دول يحقق اللقب يعني. تمام، طيب خلينا نروح لبعض الاخبار العالميه واللي بتخص بعض المحترفين في الخارج، بالتحديد فيما يتعلق بمحمد النني نجم منتخبنا الوطني ولاعب ارسنال، وخلاص هيرحل عن ارسنال يعني، ده الافيد له والاحسن له. فبالتالي في صراع تركي، جالاتا ساراي خرج تقريبا من هذا الصراع، لكن موضوع ما بين فنربخشة وبيشكتاش، واعتقد ان هو قاب قوسين او ادنى من الانضمام لبيشكتاش يعني. بتشوف انضمامه للدوري التركي في حد ذاته ازاي؟ يمكن هو الفترة الأخيرة فعلا كان بعيد عن المشاركة مع أرسنال، وأنا شايف إن القرار الأفضل ليه من فترة إنه كان يترك النادي ويشوف تجربة جديدة عشان يبقى مشارك بشكل أساسي، يكون متواجد. مستوى أكيد هيختلف لما يكون بيلعب بشكل أساسي، حتى مع منتخب مصر هيبقى مختلف لما يكون بيلعب بشكل أساسي أو بيبقى على طول على قائمة الاحتياط أو خارج القائمة يعني. اتمنى تكون تجربه مفيده ليه، يستفاد منها ويرجع للمستوى المعروف، وممكن عن طريق التجربه دي تبقى محطه ليه برضه انه يروح من النادي اكبر في اوروبا. اكيد كان الافضل بالنسبه له قبل فتره القيد او فتره الانتقالات في انجلترا تقفل قبل بدايه الموسم، كان الافضل ان هو يروح لنادي في انجلترا، ولا هو كان مستني ايه مش عارف، فبالتالي هيروح لنادي خارج انجلترا طبعا لان خلاص فتره الانتقالات قفلت في انجلترا. بصراحه انا كنت افضل انه يكون موجود برضه في الدوري الانجليزي، اكيد افضل له يعني. الدوري الاقوى في العالم طبعًا. اي نادي فيه اكيد هيبقى احسن من الدوري التركي بالظبط. يمكن هو ضايع الفرصه، ممكن اتاخر شويه. كان منتظر ايه؟ كان متوقع انه ممكن يوناي امري يلعبه يعني، مش عارف، يمكن دي علامة استفهام يعني. هو كان واضح انه امري مش هيعتمد عليه من الموسم اللي فات يعني، هيعتمد على الفترة الأخيرة حتى قالها بالظبط يعني. توريرا سيبايوس كمان جاب ريال مدريد لاعب مميز جدا يعني. أكيد حتى هو في الفترة الأخيرة امري قال كده انه مش هيعتمد عليه في الفترة الجاية، والأفضل له انه يكون هو مصطفي. مدافع. كنت اتمنى انه يكون فعلا موجود في الدوري الانجليزي، ولكن في النهايه يمكن تاخيره في اتخاذ القرار هو اللي خلاه يروح الدوري التركي في حاله اتمام الصفقه يعني. طيب في الجول بتتكلم عن تريزيجيه، ان مدرب استون فيلا بيشيد بمستوى تريزيجيه، بيقول ان هو في تحسن، وبيتكلم على ان هو شافه في مصر ابهره يعني من متابعه اكيد الدوري الانجليزي. بتشوف مستوى تريزيجيه في اول 3 مباريات ازاي، ولسه عنده مباراه اعتقد بعد بكره؟ يمكن تريزيجيه ظهر بشكل كويس، انا شايف ان هو بدايه مبشره ليه، خاصه انه يعني لسه حديث العهد بالدوري الانجليزي، اللعب فيه غير اكيد الاجواء في اي دوري اخر. اتمنى انه الفتره اللي جايه يستمر على المستوى ده، واكيد مستواه مع الاستمراريه ومع اللعب هيختلف وهيبقى احسن بشكل كتير. يمكن هو اول مباراتين او اول 3 مباريات يعني ما كانش النتائج الفرقه ما كانش على المستوى، لكن اتمنى لسه ده بدايه الموسم، والدوري الانجليزي ما فيش فريق كبير وفريق صغير، اتمنى
ان هو الفتره اللي جايه يستمر واكيد مستواه هيرتفع المباراه الاخرى يعني. طيب نروح لسكاي نيوز عربيه اللي بتقول ان او تصريح من خلال كلوب بيقول ان جنون دوري الابطال يصعب مهمه ليفربول. شايف مهمه ليفربول ازاي خصوصا بعد القرعه دي بخلاف القرعه بقى المنافسه على البطوله نفسها ازاي بعد هم طبعا فازوا بالبطوله الموسم اللي فات؟ هل ممكن يفضلوا ينافسوا على البطوله ويوصلوا للنهائي السنه دي؟ احنا نتمنى طبعا بحكم وجود محمد صلاح طبعاً. كل الجماهير المصريه بتشجع ليفربول نتمنى انه يكون مستمر اعتقد بس ان اكيد طبعا كل سنه بتختلف عن الثانيه الفرق في اوروبا بتستخدم لعيبه كتير كله بيبقى مهتم بالبطوله دي هيبقى المنافسه شرسه السنه دي واصعب من الموسم اللي فات هتبقى في صعوبه كبيره على ليفربول للتتويج للمره الثانيه على التوالي بس احنا نتمنى طبعا ان هم ينافسوا بقوه ويكونوا موجودين في النهائي السنه الثالثه بقى تبقى التوالي. طيب عايز أسألك سؤال آخر وهو فيما يتعلق بريال مدريد وبرشلونة والمنافسة على بطولة الدوري الإسباني وعلى تشامبيونز ليج هذا الموسم في ظل الصفقات اللي أبرمتها برشلونة أو اللي أبرمها برشلونة وآخرهم خلاص قرب نيمار يروح برشلونة وريال مدريد متأخرين شوية في بعض الصفقات جابوا لاعبين يوفيتش مثلا لاعب كويس من الهجوم بس برضه مش قوي قوي جايب بعض اللاعبين اللي هيخرجوا إعارة بتشوف إزاي سوق الانتقالات بالنسبة للفريقين دول ومنافستهم على البطولات خلال الموسم الجديد؟ يمكن زي ما حضرتك قلت برشلونة أبرم صفقات كتيرة وخلاص نيمار اقترب خلال ساعات الانتقال رسميا للبارسا برضه ريال مدريد جاب كام صفقة ولكن كانت جماهيره بتتمنى عدد أكبر من الصفقات الفترة اللي جاية برضه المنافسة هتبقى قوية بين الاثنين يمكن شفنا أول مباراة لبرشلونة تعثر شوية في الدوري ولكن جه برضه الناس قالت ريال مدريد خلاص هياخدوا الدوري مرتاح هيبقى فرق كبير مع البرشلونة ولكن برضه جه ريال مدريد في تاني مباراة وعلى أرضه تم اتعادل صعب إن احنا نتكهن من دلوقتي ببطل الدوري الإسباني لسه بدري طبعا احنا في بداية الموسم ولكن اعتقد ان المنافسه لكن في معطيات يعني المنافسه اكيد المنافسه هتبقى قويه وبرشلونه اكيد بالصفقات اللي عملها هيواصل مستواه المعروف في البطوله السنه طب تخيل برشلونه بنيمار لو راح يعني لو راح ان شاء الله ما يروحش لو راح برشلونه ان سواريز مهاجم وتحتيه ميسي وجريزمان ونيمار الموضوع هيبقى صعب قوي على اي دفاع يعني في الحقيقه هجوم ناري يعني صعب على اي دفاع ان هو يتم ايقاف الرباعي الخطير ده اعتقد ان زي ما قلت برشلونه داخل زي ما قلت بتقله الموسم ده عايز فرحه جمهور برشلونه بصراحه بالصفقه عايز ينهي على او ياخد كل الصفقات كل البطولات اللي هينافس عليها السنه دي طيب خلينا نتكلم بخصوص النادي الاهلي بقى شويه وده الشيء الاهم في الحقيقه نبتدي بملف المدرب الكلام كتير جدا خلال الفترة الحالية وده شيء طبيعي ومنطقي على أسماء مختلفة وجنسيات مختلفة هتمسك تدريب أو هتتولوا تدريب النادي الأهلي بتشوف في الملف ده إزاي ورأيك إيه في السرية التامة اللي بتحيط هذا الملف داخل القلعة الحمراء بالتالي الإعلام عمال يتكهن مش عارف مين المدير الفني اللي هيجي يمكن دي افضل حاجه تمت في الفتره الاخيره السريه الشديده على اسم المدير الفني يمكن ده لينا كصحافه خلق نوع من التكهنات الكتير وبتلاقي اسماء كتير كل يوم اسماء جديده صفقه تمت لا اقترب لا ابتعد اكيد ده يعني يمكن دي تحسب لاداره النادي الاهلي ان في سريه تامه حاجه تحسب للاداره اكيد طبعا عشان ده بيدي نوع من مرونه في التفاوض ما يبقاش فيه اي عوامل خارجيه تؤثر على حاله التفاوض لحين نجاح المفاوضات اكيد جماهير النادي الاهلي عندها ثقة ان في النهاية هيجي مدير فني على ثقة كبيرة وعنده القدرة انه يقود النادي في الفترة اللي جاية اكيد الإدارة مش هتبخل سواء ماديا او معنويا على المدير الفني طبعًا. الفترة اللي جاية بس احنا كجماهير النادي الأهلي نتمنى انه اقرب وقت الفتره اللي جايه يتم الاعلان عن المدير الفني عشان يبدا يشتغل ويبدا يجي يشوف الفريق على الطبيعه ويبدا ينفذ خططه وطريقه لعبه الفتره الجايه نتمنى في اقرب وقت ان شاء الله يتم الاعلان عن المدير الفني. السمات اللي لازم تميز المدير الفني الجديد للنادي الاهلي من وجهه نظرك ايه؟ يعني اكيد طبعا لازم يكون في اكتر من ميزه رقم واحد الشخصيه القويه يكون عنده مرونه تكتيكيه وعنده فكر بيلعب بطريقه مش هنقول هجوميه او دفاعيه ولكن بطريقه متوازنه بيعرف قدرات لاعبي النادي الاهلي عنده درايه بيهم عشان كده هنقول لما يجي بدري يعرف يدرس اللاعبين ويبقى عارف مين قدرات كل لاعب اكيد اهم حاجه رقم واحد الشخصيه القويه والمرونه التكتيكيه اعتقد ان ده برضو دي من شروط لجنه التخطيط ان هي دي من اهم شرطين وان يكون طبعا عنده سي في كويس يكون عنده نتائج كويسه على درايه بالكره الافريقيه الاهم السي في ولا الشخصيه
لا الأهم يعني صعبة شوية يعني صعب إن أنت تختار بين الاثنين، ولكن لو في مدرب بيجمع بين الاثنين ده شيء جميل جدا. هو البعض بيربط برضو تجربة مستر مانويل جوزيه مع النادي الأهلي، إن هو مدرب ما كانش عنده سي في، بنى السي في بتاعه كله مع النادي الأهلي في الحقيقة، وسي في تاريخي طبعا ما نقدرش كلنا ننساه، لكن في نفس الوقت كان بيمتلك الشخصية القوية والحسم كمان في القرارات. صحيح. وده مهم جدا خاصة النادي الأهلي طبعا فريق كبير، نادي القرن الأفريقي بيعج بالنجوم. اعتقد ان لما يبقى شخصيه المدير الفني قويه بيعرف يتحكم في اللاعبين كويس، يعرف يطبق طريقه لعبه كويس، وده شيء مهم جدا. طيب من ضمن الاخبار اللي بتتقال عن النادي الاهلي، بس قبل ما اتكلم على بعض هذه الاخبار عايز اتكلم على استعدادات الفريق لمباراه فريق كانو سبورت في دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. بتشوف الاستعدادات ازاي ومدى اهميتها ومدى اهميه هذه المباراه بالتحديد في ظل ان شاء الله باذن الله هيكون متواجد جهاز فني جديد للنادي الاهلي؟ أكيد طبعا مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي، أي مباراة في بطولة أفريقيا مهمة بغض النظر عن اسم الفريق اللي هيلعبه النادي الأهلي. يمكن الفريق مش من الأسماء الكبيرة في القارة الأفريقية، ولكن أعتقد أن المباراة مهمة لازم تؤخذ على محمل الجد. الذهاب هيكون بره مصر، ويمكن دي فرصة أن العودة هتكون على أرضنا، حتى لو الفريق أنت مجهول بالنسبة لك. اعتقد ان انت لما تروح تلعبه على ارضه هتكون عرفت نقاط القوه والضعف من قبل ما تروح، وكمان هتقترب من الفريق اكتر لما مباراه الذهاب على ارض خارج ارضك. لما ترجع بقى في مباراه العوده ان شاء الله انت تكون محقق نتيجه ايجابيه هناك تسهل عليك المهمه هنا. اعتقد كل مباراه بيلعبها النادي الاهلي في افريقيا مباراه مهمه، خاصه في اصرار انا شايف السنه دي ان النادي الاهلي حقق البطوله. والله هو الاصرار موجود كل سنه، بس في نفس الوقت اكيد بيبقى فيه عوامل، في عوامل كتير صعبه. يعني السنه فاتت كان في مباريات ضغط، مباريات كبير جدا، اصابات كتيره جدا في صفوف النادي الاهلي، عدم تنظيم المسابقه المحليه اثرت افريقيا، لان انت كنت بتلعب كل 48 ساعه ماتش محلي وماتش افريقي، فدي عوامل اكيد اثرت على النادي الاهلي، وعدم التوفيق اكيد ابرز العوامل برضه اللي حالفت النادي الاهلي. ان شاء الله يكون موفق هذا الموسم في حصد اغلى بطوله للجماهير الاهليه بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن في نفس الاطار او في نفس الكلام، في الحقيقه البعض بيتكلم على بعض اللاعبين داخل النادي الاهلي، ازارو، اجايه، صلاح جمعه مؤخرا، ما اعرفش بكره ممكن يتم الحديث عن لاعب اخر داخل النادي الاهلي. يعني بتشوف الاحاديث دي ازاي؟ يمكن زي ما قلت النادي الاهلي كله نجوم، لازم يكون هو تحت الضوء. يمكن كلام كتير، ازارو ماشي، ازارو موجود، جاله عروض، لا الاهلي اللي بيسوقه، هيمشي، اجي موجود، يعني برضو كل دي كلام. صالح جمعه والسهر، يمكن كلام مرسل. انطباع متاخد على صالح هو بالظبط، يعني صالح لو هو خارج مش هيتخلص منه هو للاسف، يعني حتى لو الكلام مش حقيقي بالظبط اكيد الكلام بيكون مش حقيقي. وبعدين ان هو زيه زي اي شاب عادي، يعني ممكن يكون معزوم في مكان بتاع، يعني مش لازم يكون سهران يعني. فللاسف يعني هو لما ممكن تكون الساعه 9 مثلا 10 بالليل يقول لك ده صلاح كان سهران بالظبط. فهي انطباعات بتبقى موجوده للاسف، بس اعتقد ان الرد على الكلام ده بيكون في الملعب. يعني وصالح شفناه في الفتره الاخيره ما شاء الله جدا، وعامل مجهود كويس مع الفريق وحاجه مميزه، سواء في التدريبات او في المباريات كمان، مستواه في المباريات مختلف. يعني شايفينه ان احنا ما شاء الله في نص الملعب، لا يعني رجع اثبت نفسه، وان شاء الله لسه قدامه كتير كمان الفتره الجايه انه يكمل في المستوى ده. عايز اتكلم على التحديد بالتحديد يعني على نص الملعب، انت بمناسبه صالح جمعه بتشوف القائمه كلها ازاي، وبالتحديد هذا المركز في تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين؟ يعني اكيد يمكن خط عوده محمد محمود بالظبط، يعني خط نص النادي الاهلي السنه دي ما شاء الله كريم ندفت كمان شويه، لعيبه كتير متميزه موجوده في دي، هيخلق نوع من المنافسه الكبيره بين اللعيبه وبينهم بين بعض عشان ياخدوا يحجزوا مكانهم الاساسي في القائمه. يمكن ده شيء ايجابي لفريق النادي الاهلي. يمكن في بعض السنين اللي فاتت كنا شفنا ان في حاله نقص في المكان ده يمكن في النادي الاهلي، اعتقد انه لا السنه دي في قائمه محترمه، عدد كبير من اللاعبين في المكان ده سواء خط نص، المهاجم او المدافع. ويمكن ده مكان مهم جدا ان هو يعني رمانه الميزان لاي فريق. اعتقد ان دي شيء ايجابي وشيء كويس، النادي الاهلي يبقى في عدد كبير من اللعيبه دي تخلق نوع من المنافسه، والاكيد الافضل هيكون هو الاساسي. زي ما جريده الجمهوريه النهارده اتكلمت في الحقيقه على جانب ايجابي قوي في النادي الاهلي، وبتقول ان ثلاث نجوم في كل مركز جاهزين للموسم الجديد، وهيكونوا تحدي بالنسبه للمدرب المنتظر. دي حقيقه اكيد، ده اللي عنده عدد اكيد كويس. عنده بدائل كتير، عنده قائمه محترمه، عنده بدائل كتير في كل مركز، وده شيء كويس. كان من ساعات النادي الاهلي بيتعرض كده في بدايه الموسم لسوء حظ واصابات وكده، اعتقد ان شاء الله ما يتكررش الكلام ده الموسم ده، ويبقى في البدائل دي تخلق زي ما قلت نوع من المنافسه بين اللاعبين وبين بعضهم، عشان كل واحد يبقى هو عايز يبقى الاساسي في الفريق.
طيب في خبر معايا من جريدة الشروق مهم قوي خلال هذه اللحظات، عايز اقراه عليكم وعلى كل مشاهدينا. قضت محكمة القاهرة بتغريم عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي السابق لكرة القدم كاف، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق بإجمالي غرامات 1,000,000,000 جنيه، وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 من حيث إساءة استخدام وضع الاتحاد المسيطر في أسلوب نظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري. بتشوف خبر زي ده ازاي وحكم زي ده ازاي؟ يمكن هو احنا بقالنا كتير بنسمع عن القضية دي بخصوص بيع حقوق البث لشركة فرنسية، وهي بالتالي بتبيعها حصري لبعض القنوات الإقليمية يعني. يمكن دي محكمة مصرية لسه عايزين نشوف آلية تطبيق هذا القرار وهذه الغرامة، خاصة بالموضوع من بعض الأحكام دي بتعمل لغط وتسبب مشاكل مع الاتحاد الأفريقي. هو شايف إن هو هنا في مصر مؤسسة دولية لا يخضع للقانون المصري، وبالتالي ممكن ما بيعترفش ببعض الأحكام دي. دي أزمة هنواجهها الفترة اللي جاية، وعايزين نشوف آلية تطبيق هذه الأحكام والغرامات على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهل سيرضخ في النهاية لهذه الغرامات أم يرفض دفعها. فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا زي ما توقعنا، يستحقها أكيد طبعا. مستوى ثابت تألق سواء في مركزه كمدافع، حتى لما بيخرج في الكرات العرضية هداف، بيعرف يتعامل بيجيب أهداف برأسه، يستحق طبعا اللقب ده. كان مستوى ثابت الموسم اللي فات وكان متألق مع ليفربول، وتتويج دوري الأبطال ده شيء مهم جدا طبعا. هو جاب دوري أبطال أوروبا وجاب السوبر الاوروبي اكيد، وكمان وصل لنهائي الدوري الاوروبي مع منتخبه دوري الامم الاوروبيه وخسر من البرتغال، فاعتقد كل دي عوامل وساهم كمان في وصول ليفربول المركز الثاني في بطوله الدوري، فرق نقطه بس 97 نقطه و98 نقطه لمانشستر سيتي، فكل دي انجازات في الحقيقه وكان مؤثر بشكل كبير. اكيد طبعا كنا نتمنى صلاح يكون موجود في الحقيقه. اكيد يعني كنا نتمنى، بس يمكن ان شاء الله السنه الجايه صلاح يكون. متوقع صلاح السنه دي يتالق مع ليفربول؟ اكيد انا شايف ان هو يمكن بيبدا هو نفس البدايه بتاعته في كل موسم، بعد كده ثلاث مباريات بالظبط، وبعد كده هينطلق ان شاء الله. نتمنى ان هو يستمر على المستوى ده ويكون الكره الذهبيه ان شاء الله نتمنى تكون. نتمنى طبعا. نسبه الدوري الانجليزي شايف المنافسه منحصره ما بين مانشستر سيتي وليفربول فقط، ولا ممكن حد يدخل معاهم في المنافسه؟ يمكن الدوري الانجليزي صعب التكهن بيه برضه مهما كان يعني. هم طبعا هم دول الاثنين المرشح الابرز، يعني هم دول فعلا هم المرشح الابرز، نتائجهم السنه دي في منافسه قويه بين الاثنين، بس اتوقع برضه لسه الموسم طويل واحنا لسه في بدايته، ممكن بعض الانديه تدخل شويه تنافس معاهم في المربع الذهبي، ولكن يمكن هم دول الاثنين الابرز لحصد اللقب الموسم ده. المنافسة على لقب الهداف، ستيرلينج 5 أهداف، بوكي لاعب نوريتش سيتي 5 أهداف، صلاح 3. بتشوف المنافسة على الهداف هل بتبان بدري كده؟ لسه هاري كين جايب جونين بس تقريبا في أول مباراة يعني لحد دلوقتي، فشايف إن هتفضل منافسة ما بين الثلاثي ده ولا لسه بدري على الموضوع؟ لا أنا شايف برضه لسه بدري يعني. هم يعني قدروا في البداية يسجلوا عدد كبير من الأهداف، بس برضه الدوري الإنجليزي لسه مشواره طويل، في مباريات، في إصابات، لسه في أعتقد إن في لعيبة ممكن تدخل تنافس على لقب الهداف ثانيه. نتمنى برضو ان محمد صلاح اجويرو كمان جايب 4 أهداف دلوقتي لحد الان او 3. نتمنى ان شاء الله استمراريه منافسه صلاح على لقب الهداف لاخر نفس، وان شاء الله نتمنى انه يحققها كمان السنه دي. سنتوقع ستيرلينج في الحقيقه، ما بيهزرش ستيرلينج. هو مركز ومن احد اهدافه اللي هو اعلن عنها السنه دي ان هو ياخد هداف الدوري، لكن اتمنى طبعا كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح، وكمان لتريزيجيه ان شاء الله، او هو ابتدى بدايه كويسه بس ان شاء الله يوصل على هذا المنوال. عايز اروح لنتائج مصر في دوره الالعاب الافريقيه بالمغرب، وميداليات عديده لحد امبارح بالليل 179 ميداليه، حاجه كبيره، ونتصدر طبعا الترتيب 59 ميداليه ذهبيه، 74 ميداليه فضيه، و46 ميداليه برونزيه. بتشوف هذه الانجازات الخاصه بمختلف الالعاب المصريه هناك في دوره الالعاب بتشوفها ازاي؟ اكيد انجازات كبيره بتحسب للرياضه المصريه، يمكن رياضتنا الافريقيه فرق كبير من الميداليات مع جنوب افريقيا اللي بتنافسنا يعني على الصداره، ولكن احنا فارقين بشكل كبير. ده اعداد كويس وتاهيل لعدد كبير من اللاعبين لدوره الالعاب الاولمبيه، اعتقد ان ده شيء مهم جدا للرياضه المصريه.
نتمنى استمراريته، ونتمنى الرياده دي كمان تستمر في بطولات البحر المتوسط وبطولات العالم استعدادا للاولمبياد. يمكن المنافسه في افريقيا يعني يمكن بتبقى بين مصر وجنوب افريقيا ودول شمال افريقيا بشكل كبير. الدول يعني هي جنوب افريقيا بس هي اللي يمكن بتنافس بشكل قوي من دول القاره السمراء. اعتقد ان نتمنى الاستمراريه دي، والمنافسه مش تبقى في افريقيا بس، لا في بطولات البحر المتوسط في بطولات العالم، واستعداد تبقى كويس للاولمبياد اللي جايه. النهارده ساره سمير جابت لنا بصراحه 3 ذهب ما شاء الله عليها، بطله من بطلات مصر الاولمبيه، بطله اولمبيه كمان. اكيد طبعا واخده 3 ميداليات ذهب النهارده، انجاز هي بتواصل انجازاتها يعني، وبتقول ان هي ده استعداد ليها للاولمبياد اللي جايه، وبتكون بروفات للاولمبياد اللي هي البطوله الاهم اللي هي كل العالم بيستنى نتائج مصر في الاولمبياد. ان شاء الله مصر ان شاء الله هتحقق اكتر من ميداليه في الاولمبياد اللي قادمه. احنا ما شاء الله لحد دلوقتي النهارده في ميداليات كتير جدا يعني، كمان اخرهم ذهبيه الملاكمه يسري حافظ جاب لنا الذهبيه، منتخب السيدات للمبارزه فازوا بالذهبيه ايضا. النهارده ميداليات اكتر من ميداليات ذهبيه في ملاكمه شغاله حاليا في الوقت الحالي، في رفع اثقال كان الصبح، يعني في حاجات كتير ان شاء الله. اشمعنى كره القدم هي الدنيا بايظه فيها شويه في مصر كده من وجهه نظرك يعني؟ يعني احنا ما شاء الله بنشوف كل الالعاب اهي، يعني اليد جابوا لنا برونزيه الشباب، والناشئين جابوا لنا كاس العالم لليد، وعندك الطايره ما شاء الله ماشيين كويس هناك في تونس في كاس العالم 19 سنه، وصلوا قبلنا هيلعبوا ايطاليا النهارده الساعه كام؟ الساعه 8 تقريبا، 8 فلا في انجازات في مختلف الالعاب، اشمعنى الكوره؟ يمكن زي ما قلنا يمكن ده الغياب التخطيط السليم. غياب التخطيط اكيد اكيد، انت لو عندك تخطيط سليم وعندك مسابقه منتظمه اكيد هتفرق في مستوى اللعيبه، وبتفرق في مستوى شكل المسابقه اكيد. يعني رقم واحد التخطيط السليم وانتظام المسابقات. منتخب مصر لكره الطايره تحت 19 عام عندهم طبعا مونديال في تونس، وحتى الان محققين انجاز كبير ان هم وصلوا للنهائي زي ما قلنا، هيلعبوا ايطاليا الساعه 8. بتشوف المباراه دي ازاي، وخصوصا ان هم منتخب واضح ان هو منتخب قوي، منتخبنا المصري في مواجهه منتخب قوي جدا المنتخب الايطالي في الحقيقه. اكيد يعني ايطاليا على مستوى الفولي وكره الطايره من المنتخبات الابطال العالم، مباراه صعبه جدا على منتخب مصر. نتمنى النتائج الايجابيه اللي حصلت من اول البطوله تستمر في مباراه النهارده، ويبقى انجاز تاريخي انهم يتاهلوا لنهائي المونديال. نتمنى كل الدعم والمسانده ليهم النهارده ان شاء الله، ولو ما وفقوش اعتقد برضو انها تبقى يعني ده شيء كويس، ومجرد التاهل المربع الذهبي والمنافسه على اول مراكز اربعه اعتقد ده شيء ايجابي وشيء جيد جدا لكره الطايره المصريه. في المقابل كره اليد عندهم مباراه النهارده الساعه 7 مع انجولا، او هي ابتدت خلاص، ابتدت الساعه 7 مع انجولا في نهائي دوره الالعاب الافريقيه، ان شاء الله يجيبوا لنا ذهبيه جديده باذن الله. متوقع ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله متوقع. كم النتيجه يا جماعه اللي بتقولوا لي؟ لا اعتقد يعني ان شاء الله متوقعين ان شاء الله يجيبوا النهارده الميداليه الذهبيه. انجولا برضو من الفرق القويه في الهاندبول في القاره الافريقيه، بس اعتقد ان احنا ان شاء الله بالنتائج اللي حققناها فتره اخيره في كره اليد المصريه وبطولات العالم اللي احنا بننافس فيها وبطوله العالم للشباب اللي احرزناها، اعتقد ان هيكون لينا كعب عالي عليهم ان شاء الله. متفائل بالرياضه المصريه خلال الفتره الجايه في ظل اهتمام معالي او طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزاره كلها وكل جهات الدوله بالرياضه المصريه بشكل عام؟ اكيد يعني في اهتمام كبير الفتره الاخيره والفتره اللي جايه، والاستعداد كبيره للاولمبياد ان احنا نحقق بقى الحلم الاكبر، تحقيق ميداليات لمصر في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. اعتقد ان النتائج هي اللي بتتكلم يعني اكتر من احنا كلنا طبعا متفائلين، بس شايف النتائج ما شاء الله في حتى في على مستوى الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه لا في تغير كبير، في انجازات بتحصل.